لو الحكاية فيها إن فيتو أكثر الجاليريات عندنا في مصر فيها احترامها وكده ولا الموضوع بيقل؟ لا طبعا بيزيد، وشايفة ان هو يعني اي حد عايز يعمل نفس الفكرة يعمل، وموضوع حلو جدا وعجبني. شفت على الفيس يعني وشدني اكتر، وبقيت باجي هنا اكتر من مرة وبقعد فيه، والمكان حلو قوي. واي حد عايز يعمل نفس الفكره يعمل ويتطور اكتر، والمستقبل اكيد حلو. بيزيد، بس مش كل الناس بتحترم الفن، والفن ده موهبه لكل فنان، ومش معظم الناس بتحترمه وبتقدره. في ناس معينه متمسكه بيه لحد الان. هو الصراحة في الأول كان عددها قليل، بس دلوقتي لما الناس فهمت ثقافة الجاليري حلو، والناس اللي ذوقها بقى راقي بقت أكتر، وبقت تفهم في الثقافة دي وفي قد إيه هي حلوة، لأ عددها زاد، وهم كمان طوروا من نفسهم جدا لدرجة إن الإقبال عليهم بقى حلو جدا. لأ العدد بدأ يزيد، والفكرة بدأت تنتشر بين الشباب، خصوصا دلوقتي إن الجاليري بقى يعرض منتجاته في نفس الوقت مكان قاعدة كافيه حلو وكتب، فبدا ينتشر ما بين الشباب. في ناس واخداها كانها موضه يعني، وفي ناس حابه الفكره نفسها. يعني ما كانش عندنا غير ريش كافيه بس وزمان، لكن دلوقتي الموضوع بدا ينتشر اكتر. بيزيد بالذات ان الاندر جراوند بدا ينتشر عموما في العالم العربي او في مصر بمعنى بشكل خاص يعني، فلا ان التقريب بيزيد. لا هو بيزيد جدا، يعني الموضوع حتى على المستوى الاقتصادي هو مشروع مربح لاي حد. فكره الاكسسوارز او الهاند ميد عموما بدات تنتشر بشكل واسع بقى الموضوع. لا هو عدد المقبلين في زياده باستمرار. فكره الهاند ميد والهدايا اللي بتبقى مصنوعه بشكل يدوي، خصوصا لما تبقي عايزه تجيبي هديه لحد عزيز عليكي فبتعملي له حاجه خاصه، عن بتبقى احسن من فكره الهدايا التقليديه اللي بتروح تنزلي تشتري هديه تقليديه، بقت مبتذله قوي يعني. فيتو.